شايفين جذور النعناع عاملة ازاي؟ طبعا كل عود عمل جذر كده، الجذور بتاعت النعناع. طبعا انا شايفين الزهرية بقت عاملة ازاي، ده كده بعد مضي 15 يوم. شايفين الجذور عملت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة يعني شايفين طبعا منظر النعناع جميل قد ايه، وهو في الموسم بتاعه جميل جدا. وعايزة اقول لكم يعني الحقوا الموسم دوت وخزنوا، طبعا اللي بيخزن نعناع يعرف بيخزنه ازاي، واللي عايز يزرعه في البيت بيزرعه بيطلع جميل جدا. فانا النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي تزرعوه في البيت باسهل طريقة يعني ممكنة. طبعا شايفين جمال النعناع. هنقطف احنا دلوقتي النعناع، او طبعا يعني انتوا طبعا هتشتروا حزمة نعناع، اللي ما عندوش ارض في حديقة عنده فبيشتري حزمة نعناع عادية خالص من اي سوبر ماركت او من الخضري عادي. فشوف انا ان شاء الله هوريها لكم ازاي بتتعمل. انا كده هاخد عيدان نعناع وهوريكم الطريقة بالظبط. طبعا انا جمعت كده شوية نعناع، هوريكم ازاي كمان دي خطوة مهمة جدا، وانت بتحطيها ازاي في الكوباية. في الكوباية بالذات تبقى العود ما فيهوش ورق من تحت، يعني يبقى الورق عندك بس من فوق، لكن العيدان نفسها تبقى فاضية من تحت. فانت بتقطعي الورق اللي هو الفروع ديت، وبعد كده بتحطي العود نفسه. هوريك ازاي بيبقى بالشكل ده، كده العود فاضي ومن فوق الورق. العود ده طبعا العود دوت هو ده اللي هيعمل الجذر بتاعه. نحطه بعد كده في قصرية الزرع، ناخده ونحط العود كده، يبقى العيدان بس هي اللي تبقى في القصرية في الكوباية بتاعتي. هكمل بقية المجموعة واوريكم. بيبقى بالشكل ده يا جماعة. بصوا العيدان بس هي اللي في الكوباية، وطبعا الزهرية دي طبعا بتفضل عندك لمدة، بملاها مية طبعا، اكيد بملاها مية. وبتاخدي بقى الزهرية دي عندك تحطيها في اوضة النوم بقى، في غرف المطبخ، في اي مكان انت بتستخدمي فيه النعناع. عايزه اقول لكم بيدي روائح جميله جدا، كمان لو في اوضه النوم، وكمان بيمنع الناموس، وكمان ممكن تقطفي منه كل يوم بقى، طبعا تحطيه مع الشاي، او طبعا او ممكن تغلي النعناع نفسه، بيبقى مهدئ طبيعي كمان وبيساعد على الهضم، جميل جدا. بس خلي بالكم الخطوه دي مهمه جدا، اللي هي العيدان تبقى كده ما يبقاش فيها الورق. بص حتى انا قطعت الورق طبعا دوت انا مش هرميه، هنستخدمه طبعا، ممكن استخدمه في عصير مع الليمون، او استخدمه مع الشاي، او استخدمه اغليه كده مشروب. طبعا الورق ده جميل جدا النعناع. طبعا ديت زراعة النعناع سهلة جدا جدا، وهوريكم طبعا بعد 15 يوم ايه اللي بيحصل. طبعا دي عيدان فقط، والورد الزهور من فوق. دي خطوة مهمة جدا خلي بالكم منها. بعد 15 يوم هوريكم ازاي ايه اللي بيحصل. شايفين يا جماعة طبعا ده كده بعد مضي 15 يوم بالظبط، او ممكن كمان في اقل من كده، يعني ممكن 12 يوم بتلاقي الجذور بدأت معاكي. شايفين الجذور عاملة ازاي؟ طبعا علشان انا حطيت العيدان فقط من غير الورق، يعني الورق بيبقى فوق. طبعا مش عارفة القطة لازم تظهر معايا في كل حاجة، مش عارفة. اوعي برتقان. طبعا بص الورق انا كنت باخد منه طبعا ودبل ازاي، بعد 15 يوم بيكون دبل، يعني دبل جدا، يعني ما ينفعش حتى تستخدميه. بس انا طبعا سايباه علشان استفيد من الجذور بتاعته. انت بعد كده بتاخدي الجذور ديت وبتحطيها بقى في قصرية زرع عندك. بس في نقطة مهمة جدا جدا وانت بتزرعي النعناع، يمكن في كتير جدا العملية دي ما بتنجحش معايا، علشان في الخطوة اللي انا هقول عليها دي. الخطوة ايه هي؟ انك بتاخدي عود النعناع نفسه، هوريكوا ازاي. طبعا القط بتاعي لازم يظهر معايا في كل الفيديوهات، مش عارفه ماله يعني معايا في كل حته. هوريكوا طبعا جذر انا طلعته من الزهريه.
بصوا عامل ازاي الجذور بتاعته، اظن واضح كده جدا في الصوره. طبعا انا باخد العود بقى، ما احطهوش بقى بالطول، لا لازم انيمه في الارض. هوريكم ازاي. طبعا بص عامل جذور ازاي. بصوا يا جماعه الخطوه دي مهمه جدا. فلنفرض دي طبعا قصريه الزرع، او دي ارض، دي ارض عندي. طبعا الجذور اهي باينه، ده العود. الخطوه دي بقى المهمه في ايه؟ اللي انا في ناس كتير جدا بتوقف العود وتدفن الجذور تحت، فديت بتعجز معاكي الشجره، لان النعناع بالذات بيسرح على وهو نايم كده العود. فانت تنيمي العود كده، وطبعا تحطيه عليه رمله وكده، او بتحطي المونه بتاعته، او اللي هي في قصريه الزرع التينه بتاعته، وبتقفلي عليه على خفيف كده من فوق. وبعد كده هتبصي تلاقي كل الجذور اللي من على الجناب بقى بعد كده هتطلع معاكي. مش عارفه والله هي الصوره واضحه معاكم ولا لا. الجذور طبعا بتبان، شايفين الجذور اهي. بتقفلي عليها بقى بالرمله او باي حاجه، وبعد كده بتسيبيها في غضون تقريبا حوالي يمكن 15 يوم كمان، بتلاقي كلها نبتت بقى وطلعت زرع وطلعت النعناع. هوريكم طبعا صوره منه كده في الارض. بيبدا طبعا يطلع صغير كده بالشكل ده، طبعا انا مكبره كمان الصوره، وبعد كده بيسرح، بيبقى جميل جدا جدا. وهتلاقي احلى مشروب عندك في البيت من ولا حاجه، من حزمه نعناع، من عودين نعناع. انا عايزه اقول لك عود نعناع واحد ممكن يعمل لك المشتل الكبير ده، لان النعناع بطبيعته ما شاء الله بيمشي على طول، بيسرح في الارض. بيبقى جميل جدا يعني، بص حتى سارح ازاي وهو نايم، بيبقى الجذور نفسها بتسرح كده في الارض. طبعا مش عارفه القطه كل شويه تجيلي عايزه ايه، مش عارفه. بصوا النعناع جميل جدا. طبعا يا رب اكون افدتكم باي حاجه، وان شاء الله تكونوا قدرتوا يعني تعملوا كده اي مشروب في البيت من صنع ايديكم كده. طبعا الزرع ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش عايزه اقول لكم الحاجه الخضراء كمان بتبقى جميله جدا في البيت. ان شاء الله ان شاء الله تنفذوه كده، وتقولوا لي يعني يا رب نجحت معاكم الفكره ولا لا. ولو في اي حاجه قولوا لي واسالوني، وانا اقول لكم ان شاء الله يعني ايه الخطا اللي انتوا وقعتوا فيه. لان في كتير جدا بيزرع النعناع وفي يعني بتمشي معاه ما شاء الله تمام، وفي ناس ما بتعرفش. فهي المشكله ممكن تكون بس في العود اللي هم بيحطوه بالطول، هو المفروض تنيمي العود نفسه، وبتسيبي طبعا العود 15 يوم كده في الميه، فبيطلع يطلع لك الجذور، فبتاخدي الجذور ديت بقى تدفنيها في قصريه الزرع بس بخفه خالص. وخلي بالك وانت بتحطيها علشان الجذر نفسه ما يتكسرش معاكي، يعني تحطيها كده بلطف كده في الارض، وبعد كده تحطي عليها رمله، وتسيبيها بقى وتسقيها كل يوم مره، او يوم بعد يوم يستحسن، يعني يوم بعد يوم. وبعد كده ان شاء الله هتلاقيها سرحت معاكي وادتك احلى نعناع باذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين جذور النعناع عامله ازاي؟ طبعا كل عود عمل جذر كده، الجذور بتاعه النعناع. طبعا انا شايفين الزهريه بقت عامله ازاي، ده كده بعد مضي 15 يوم. شايفين الجذور عملت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده يعني شايفين طبعا منظر النعناع جميل قد ايه، وهو في الموسم بتاعه جميل جدا. وعايزه اقول لكم يعني الحقوا الموسم دوت وخزنوا، طبعا اللي بيخزن نعناع يعرف بيخزنه ازاي، واللي عايز يزرعه في البيت بيزرعه بيطلع جميل جدا. فانا النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي تزرعوه في البيت باسهل طريقه يعني ممكنه. طبعا شايفين جمال النعناع. هنقطف احنا دلوقتي النعناع، او طبعا يعني انتوا طبعا هتشتروا حزمه نعناع اللي ما عندوش ارض في حديقه عنده، فبيشتري حزمه نعناع عاديه خالص من اي سوبر ماركت او من خضري عادي. فشوف انا ان شاء الله هوريها لكم ازاي بتتعمل. انا كده هاخد عيدان نعناع وهوريكم الطريقه بالظبط.
طبعا انا جمعت كده شويه نعناع، هوريكم ازاي كمان دي خطوه مهمه جدا، وانت بتحطيها ازاي في الكوبايه. في الكوبايه بالذات تبقى العود ما فيهوش ورق من تحت، يعني يبقى الورق عندك بس من فوق، لكن العيدان نفسها تبقى فاضيه من تحت. فانت بتقطعي الورق اللي هو الفروع ديت، وبعد كده بتحطي العود نفسه. هوريك ازاي بيبقى بالشكل ده كده، العود فاضي ومن فوق الورق. العود ده طبعا العود دوت هو ده اللي هيعمل الجذر بتاعه. نحطه بعد كده في قصرية الزمن، ناخده ونحط العود كده، يبقى العيدان بس هي اللي تبقى في القصرية في الكوباية بتاعتنا. هكمل بقية المجموعة وأوريكم. بيبقى بالشكل ده يا جماعة، بصوا العيدان بس هي اللي في الكوباية، وطبعا الزهرية دي طبعا بتفضل عندك لمدة، بملاها مية طبعا، أكيد بملاها مية، وبتاخدي بقى الزهرية دي عندك تحطيها في أوضة النوم بقى، في غرف المطبخ، في أي مكان أنت بتستخدمي فيه النعناع. عايزه اقول لكم بيدي روائح جميله جدا، كمان لو في اوضه النوم، وكمان بيمنع الناموس، وكمان ممكن تقطفي منه كل يوم بقى، طبعا تحطيه مع الشاي، او طبعا او ممكن تغلي النعناع نفسه، بيبقى مهدئ طبيعي كمان، وبيساعد على الهضم، جميل جدا. بس خلي بالكم الخطوه دي مهمه جدا، اللي هي العيدان تبقى كده ما يبقاش فيها الورق. بص حتى انا قطعت الورق طبعا دوت انا مش هرميه، هنستخدمه طبعا، ممكن استخدمه في عصير مع الليمون، او استخدمه مع الشاي، او استخدمه اغليه كده مشروب. طبعا الورق ده جميل جدا، النعناع طبعا. ديت زراعه النعناع سهله جدا جدا، وهوريكم طبعا بعد 15 يوم ايه اللي بيحصل. طبعا دي عيدان فقط، والورد الزهور من فوق. دي خطوه مهمه جدا، خلي بالكم منها. بعد 15 يوم هوريكم ازاي ايه اللي بيحصل. شايفين يا جماعة طبعا ده كده بعد مدي 15 يوم بالظبط، او ممكن كمان في اقل من كده، يعني ممكن 12 يوم، بتلاقي الجذور بدأت معاكي. شايفين الجذور عاملة ازاي؟ طبعا علشان انا حطيت العيدان فقط من غير الورق، يعني الورق بيبقى فوق. طبعا مش عارفة القطة لازم تظهر معايا في كل حاجة، مش عارفة. اوعي برتقان. طبعا بصي الورق انا كنت باخد منه طبعا، ودبل ازاي بعد 15 يوم بيكون دبل، يعني دبل جدا، يعني ما ينفعش حتى تستخدميه، بس انا طبعا سايباه علشان استفيد من الجذور بتاعته. انت بعد كده بتاخدي الجذور ديت وبتحطيها بقى في قصريه زرع عندك. بس في نقطه مهمه جدا جدا، وانت بتزرعي النعناع يمكن في كتير جدا العمليه دي ما بتنجحش معايا، علشان في الخطوه اللي انا هقول عليها دي. الخطوه ايه هي؟ انك بتاخدي عود النعناع نفسه، هوريكوا ازاي. طبعا القط بتاعي لازم يظهر معايا في كل الفيديوهات، مش عارفه ماله، يعني معايا في كل حته. هوريكوا طبعا جذر انا طلعته من الزهريه. بصوا عامل ازاي الجذور بتاعته، اظن واضح كده جدا في الصوره. طبعا انا باخد العود بقى، ما احطهوش بقى بالطول، لا لازم انيمه في الارض. هوريكم ازاي. طبعا بص عامل جذور ازاي. بص يا جماعة الخطوة دي مهمة جدا، فلنفرض دي طبعا قصرية الزرع، او دي ارض عندي. طبعا الجذور اهي باينة، ده العود. الخطوة دي بقى المهمة في ايه؟ اللي انا في ناس كتير جدا بتوقف العود وتدفن الجذور تحت، فديت بتعجز معاكي الشجرة، لان النعناع بالذات بيسرح على وهو نايم كده العود. فانت تنيمي العود كده، وطبعا تحطيه عليه رملة وكده، او بتحطي المونه بتاعته، او اللي هي في قصريه الزرع التينه بتاعته، وبتقفلي عليه على خفيف كده من فوق. وبعد كده هتبصي تلاقي كل الجذور اللي من على الجناب بقى بعد كده هتطلع معاكي.
مش عارفة والله هي الصورة واضحة معاكم ولا لأ. الجذور طبعا بتبان، شايفين الجذور اهي، بتقفلي عليها بقى بالرملة أو بأي حاجة، وبعد كده بتسيبيها في غضون تقريبا حوالي يمكن 15 يوم كمان، بتلاقي كلها نبتت بقى وطلعت زرع وطلعت النعناع. هوريكوا طبعا صورة منه كده في الأرض، بيبدأ طبعا يطلع صغير كده بالشكل ده، طبعا أنا مكبرة كمان الصورة، وبعد كده بيسرح، بيبقى جميل جدا جدا، وهتلاقي أحلى مشروب عندك في البيت من ولا حاجة، من حزمة نعناع، من عودين نعناع. أنا عايزة أقول لك عود نعناع واحد ممكن يعمل لك المشتل الكبير ده، لأن النعناع بطبيعته ما شاء الله بيمشي على طول، بيسرح في الأرض، بيبقى جميل جدا. يعني بص حتى بيبقى سارح ازاي وهو نايم، بيبقى الجذور نفسها بتسرح كده في الارض. طبعا مش عارفه القطه كل شويه تجيلي عايزه ايه، مش عارفه. بص النعناع جميل جدا. طبعا يا رب اكون افدتكم باي حاجه، وان شاء الله تكونوا قدرتوا يعني تعملوا كده اي مشروب في البيت من صنع ايديكم كده. طبعا الزرع ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش عايزه اقول لكم الحاجه الخضرة كمان بتبقى جميله جدا في البيت. ان شاء الله ان شاء الله تنفذوه كده، وتقولوا لي يعني يا رب نجحت معاكم الفكره ولا لا، ولو في اي حاجه قولوا لي واسالوني، وانا اقول لكم ان شاء الله يعني ايه الخطا اللي انتوا وقعتوا فيه، لان في كتير جدا بيزرع النعناع وفي يعني بتمشي معاه ما شاء الله تمام، وفي ناس ما بتعرفش، فهي المشكلة ممكن تكون بس في العود اللي هما بيحطوه بالطول، هو المفروض تنيمي العود نفسه، وبتسيبي طبعا العود 15 يوم كده في المية، فبيطلع يطلع لك الجذور، فبتاخدي الجذور دي بقى تدفنيها في قصرية الزرع بس بخفة خالص، وخلي بالك وانت بتحطيها علشان الجذر نفسه ما يتكسرش معاكي، يعني تحطيها كده بلطف كده في الأرض، وبعد كده تحطي عليها رملة وتسيبيها بقى وتسقيها كل يوم مرة أو يوم بعد يوم، يستحسن يعني يوم بعد يوم، وبعد كده إن شاء الله هتلاقيها سرحت معاك وودتك أحلى نعناع بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.